ضيافتنا وأولى أخبارنا في هذا الصباح. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بإعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية في مصر لتشجيع تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع. خلال اجتماع آخر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار العمل على التطوير الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. نتابع. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود المكثفة التي تشترك فيها الدولة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج بمختلف أنواعها بالموانئ البحرية الجاري تطويرها لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة ومزودة بمناطق لوجستية متنوعة، وبحيث يتكامل ذلك مع شبكة النقل الحديثة من طرق ومحاور وسكك حديدية على النحو الذي يوفر المقومات المطلوبة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، بما يحققه ذلك من عوائد كبيرة للاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار تم عرض الجهود الجارية لتطوير الشحن والنقل البحري والبري وتجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر وعملية تطوير حلول متكاملة للنقل وتداول الحاويات والبضائع عبر مصر، ومشروع إنشاء خط سكك حديد بين العريش وطابة لإنشاء محور لوجستي جديد يحقق طفرة في عملية نقل البضائع والتجارة من خلال الربط بين البحر المتوسط وخليج العقبة. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس وجه الحكومة بإعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية في مصر، وبما يسهم في زيادة حصة مصر في السوق العالمية للتجارة وفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات المصرية. كما أضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع كذلك على الموقف التنفيذي لعملية تطوير وإعادة تأهيل خطي مترو الأنفاق، الأول بطول 44 كيلومتر والثاني بطول 22 كيلومتر، بالإضافة إلى العمل الجاري لإنشاء الخط الرابع للمترو بطول 42 كيلومتر، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بإيلاء الأهمية لتحسين مستوى الخدمة وصون هذا المرفق القومي المهم ومواصلة العمل على توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي لمكونات المترو في إطار الاستراتيجية العامة للدولة لتعزيز الصناعة الوطنية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. الاجتماع شهد متابعة عملية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إطار رؤية مستقبلية شاملة تتضمن تحديث الهيكل الإداري للهيئة ومقراتها التأمينية، بما في ذلك مكاتب خدمة المواطنين التابعة لها، إلى جانب تعزيز الميكنة والتحول الرقمي وتطوير الموارد البشرية، بالإضافة إلى تحقيق التكامل الإلكتروني والربط الشبكي مع الجهات الحكومية المختلفة، كذلك تحسين بيئة العمل داخل الهيئة. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه في هذا الصدد باستمرار العمل على تطوير شامل للهيئة، خاصة من خلال التحديث الإلكتروني والأرشفة الرقمية، فضلا عن رفع كفاءة مختلف مكونات بنيتها التحتية وحوكمة عمليات الصرف والتحصيل، وذلك في إطار سعي الدولة لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، وصولا إلى توفير نظام تأمينات اجتماعي يتسم بأعلى درجة الكفاءة في الخدمة والاستدامة ويلبي احتياجات المتعاملين مع الهيئة. للمزيد من المتابعة معي الدكتور محمد انور عضو اتحاد الصناعات المصرية. دكتور صباح الخير. صباح الخير يا فندم. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. اهتمام الدولة بالصناعة والتصنيع وتقديم حوافز للمناطق الصناعية لتشجيع المستثمرين على الصناعة، كيف ترى ذلك؟ مبدئيا صباح الخير على حضرة السادة المشاهدين. الصناعة في مصر دلوقتي هي حجر زاوية لانطلاقة جديدة، وهي ثورة صناعية بمعنى الكلمة، بالدعم الرئاسي اللي موجود حاليا. العديد من الفرص والعديد من المبادرات تبدأ طبعا من فترة طويلة، من 2017 تقريبا بابني مصنعك بوسطك، والمبادرة الأخيرة بتاع ابدأ. كل دي مبادرات وده غير الرخصة الذهبية. فيأتي الاهتمام حاليا بالمناطق اللوجستية ومناطق إعادة التصنيع في مصر كخطوة من ضمن خطوات أو حلقة من ضمن سلسلة دعم الصناعة في مصر. مصر موقعها الجغرافي والإمكانيات في البنية التحتية التي توفرت حديثا أعتقد أن يجب استغلالهم بأقوى قدر ممكن من يعني التواصل العالمي، بحيث أن احنا نسوق مصر كمقر إقليمي للتصنيع. هذا المقر يتميز زي ما قلت لسيادتك بموقع جغرافي مميز جدا، مما يسهل عمليات النقل الدولي. يتميز بعمارة تعتبر رخيصة على مستوى العالم، وفي نفس الوقت عمارة سهل تدريبها وفيها كفاءات. فكل دي عوامل بتساعد ان مصر تتبوأ يعني مكانة اعلى في مجال التصنيع على مستوى العالم. كمان الحوافز دي تقدر ان هي تساعد المستثمرين وتساعد الصناع على فتح اسواق جديده لمصر، والمنتجات المصريه لا توجد في مصر فقط ولكن تنتشر في معظم ارجاء القاره والدول العالميه. ده حقيقي زي ما حضرتك اتفضلت، ويمكن من اكبر المميزات اللي استمتع بها مصر الاتفاقيات التجاريه الدوليه ببعض المنتجات التي تصنع في مصر، ومنها طبعا اتفاقيه اغادير واتفاقيه الجامعه العربيه واتفاقيه كوميسا، وحاليا الافسبسا اللي هي بتاعت الاتحاد الافريقي زائد الاتحاد الاوروبي. تقريبا مصر بتتمتع، ودي ميزه فريده جدا، باتفاقيات شراكه تجاريه مميزه مع اكثر من 100 دوله تقريبا. فيجب استغلال هذا الامر جيدا، يعني دي بتديها ميزه تنافسيه مش موجوده مثلا في بلاد زي الصين والهند اللي بينافسونا في مثل هذا المجال يعني، وبنجلاديش مثلا في المنسوجات او غيره. صحيح. فانا اعتقد ان كل هذه المميزات وكل هذه المبادرات التي تهدف الى توطين الصناعه في مصر وجعلها مركز اقليمي للصناعات دي هتنقل مصر نقله ثانيه خالص. طيب السيد الرئيس وجه بتشجيع تجاره الترانزيت وعمليات التصنيع. ده حقيقي. يعني نشرح للناس تجاره الترانزيت دي وعمليات التصنيع. تجارة الترانزيت ان في بعض الشركات العالمية بتقوم بجزء من عملية تصنيعية في بلد ما او عملية تجميع في بلد ما، وبتعيد تصدير المنتج. فهي هنا ما بتخشش الدولة، يعني ممكن تبقى في شبه منطقة حرة كده بيتم التصنيع فيها، فبيتم تجميع المنتج او تصنيعه او اضافة خطوة من الخطوات التصنيعية عليه، ثم يعاد تصديره مرة ثانية. هرجع تاني لحاجتين يمكن ذكرتهم سيادتك من دقايق. الموقع الجغرافي مميز والعلاقات التجاريه المميزه، ده طبعا بالاضافه الى البنيه التحتيه المميزه اللي حاليا القطار السريع والطرق الحديثه اللي موجوده مع سهوله النقل وكل ده. فده اعتقد ان هو بيدي ميزه تنافسيه في تجاره الترانزيت، ان الناس تيجي تصنع منتجها او تجمع منتجها او تضيف قيمه مضافه على منتجها. كمصنع انترناشونال مثلا ممكن من شرق اسيا يجي يعمل هنا منصه هب يجمع فيه المنتج بتاعه، ثم يعيد تصديره مثلا الى افريقيا او الى الدول الاوروبيه. فالموقع الجغرافي مع التسهيلات اللي موجوده حاليا والمبادرات، طبعا تجاره الترانزيت ممكن يبقى ليها مستقبل واعد جدا. دكتور محمد انور عضو اتحاد الصناعات المصريه، انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. المنسق العام للحوار الوطني ديار رشوان قال إن ممثلي وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر سيتابعون جلسات لجان الحوار، والتي تنطلق ظهر اليوم بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، ده بهدف استمرار التأكيد لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني. وهذا وعقد المنسق العام للحوار الوطني الأستاذ ضياء رشواط والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني اجتماعا مع مقرري عموم المحاور الثلاث للحوار الوطني، للانتهاء من التصوير النهائي لهيكل وشكل سير الجلسات النقاشية. واليوم بإذن الله تنطلق أولى جلسات لجان الحوار الوطني لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، واللي بيضم 5 لجان فرعية، هي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ولجنة المحليات، ولجنة الأحزاب السياسية، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي. تنطلق الأحد أولى جلسات لجان الحوار الوطني لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي الذي يضم 5 لجان فرعية، وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ولجنة المحليات، ولجنة الأحزاب السياسية، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي. ومن المقرر أن تعقد 4 جلسات، 2 منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي الأخريتان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي تعاونيات، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي. من جانبه قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إن كل جلسة لها جدول أعمال، وعدد المتحدثين سيكون في حدود 30 شخصا ولن يزيد عن هذا لكي نكون أمام حوار وطني. وتوافق مجلس أمناء الحوار الوطني على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى 4 جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة 3 ساعات. ومن المقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر. كما توافق على جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية، حيث يخصص يوم الأحد الموافق 14 من مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، ويخصص يوم الثلاثاء 16 من مايو لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، بحيث تعقد 4 جلسات تخصص 2 جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة. ويخصص يوم الخميس الموافق 18 من مايو لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث تخصص 2 جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص 2 جلستان الأخريتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية. استمرارا للجهود المكثفة المبذولة من أجهزة الدولة المصرية لتقديم الخدمات المتنوعة للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن بدء تشغيل العبارة النيلية الثانية والتابعة لمدينة أبو سمبل السياحية بحمولة 50 طن وبسعة 100 راكب و10 أتوبيسات وسيارات نقل، بعد تطويرها ورفع كفاءتها، وذلك ضمن أسطول العبارات الناقلة لحركة حافلات الركاب وسيارات نقل البضائع الوافدة من معبر قسطل البرية، والتي تقل القادمين من دولة السودان على مدار 24 ساعة نهارا وليلا، بالإضافة إلى عبارات القوات المسلحة، بعد دعم المحافظة لأرضية مداخل ميناء الشمس بمنظومة إنارة متكاملة. وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت قام بتفقد مشروع تطوير مجمع شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضة بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة. استعرض الوزير المخطط العام لإدارة أصول شركات المحمودية والسيوف والأهلية واستيا وتعظيم عوائدها الاقتصادية. ده بيأتي في إطار متابعته لعمليات التنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج. الوزير أكد خلال الجولة برفقة بمشاركة عدد من المسؤولين ومقاولي المشروع والاستشاريين. أكد على ضرورة الاهتمام ببرامج تدريب وإعادة تأهيل العمالة والتعاون في ذلك مع مركز التدريب بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. أيضا وجه بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال استعدادا للتشغيل التجريبي، فضلا عن الإسراع في الانتهاء من الخطة التسويقية. اختتمت فعاليات المعرض الدولي الخامس للتكنولوجيا ونظم الإضاءة الحديثة بمشاركة 100 شركة مصرية وأجنبية. أقيم المعرض بقاعة المؤتمرات بمدينة نصرة، شاملة مستلزمات الإضاءة بأنواعها والطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية بهدف ترشيد استهلاك الطاقة. أكثر من 10,000 زائر على مدار 3 أيام من مصر والدول العربية والإفريقية توافدوا على المعرض الدولي لتكنولوجيا اليد ونظم الإضاءة الحديثة، والذي أقيم بأرض المعارض بمدينة نصر، ليأتي ختام فعاليات المعرض بمشاركة العديد من الشركات الأجنبية المصنعة لأحدث تكنولوجيا الإضاءة والتي تخدم المصانع المصرية. هو مش ليد بس، لا، أي حاجة ليها علاقة بنظم الإضاءة ومكونات وخطوط الإنتاج وكل مكونات والمواد الخام اللي احنا بنستوردها. فأي حاجة لها علاقة بالإضاءة إندور أو الدور، إضاءة صناعية، إضاءة طاقة شمسية، دي مجالات المعرض. يعتبر معرض إيه يعني بيهم كل قطاعات المجتمع. المعرض السنة دي مختلف عن كل سنة، في شركات كتير صينية، وفي لسه دلوقتي شايفين شركة روسية. الموضوع مختلف جدا، في شركات مصرية قوية جدا. ابتدينا نركز جدا في الصناعة، ابتدينا نعمل منتج محلي قوي. المعرض شمل مستلزمات الإضاءة الحديثة الداخلية والخارجية وإضاءة المواقع والمشروعات والإنارة بجميع أنواعها وشاشات العرض الإلكترونية وأنظمة الإضاءة بالطاقة الشمسية. احنا بنقدم منتجات الليد في العموم، لمبات، سبوتات، كشافات، كل شغل طبعا موفر للكهرباء، كل شغل ليد. حابين ان احنا نشارك النهارده وامبارح واول امبارح في المعرض للدوره الخامسه بتاعته، وما شاء الله الاقبال كويس جدا. كان عندنا توجه ان احنا لازم نبتدي نتوجه من السيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي الى سيارات الكهربائيه، وبالفعل كانت اول شركه في مصر الحمد لله قدرنا ان احنا ننزل السيارات الكهربائيه في مصر. وجود معرض زي ده يلم جميع الشركات الصينيه بالطريقه دي حاجه ناجحه جدا، وبتستقطب الشركات الصينيه اللي هي مش مجرد اللي هي تبيع للمصريين، لا، اللي هي تشارك المصريين في صناعات. يعد المعرض الدولي لنظم الإضاءة الحديثة أحد أهم المعارض بمصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتخصصة بشأن أنظمة وتطبيقات مكونات الليد بمشاركة 100 شركة وطنية وأجنبية. يأتي المعرض الدولي للتكنولوجيا ونظم الإضاءة الحديثة متزامنا مع اتجاه الدولة لاستبدال نظم الإنارة الحالية بالنظم الجديدة الموفرة للطاقة، والحد من استيراد مشتقات الطاقة اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، بما ينعكس على رفع كفاءة واستهلاك ترشيد استهلاك الطاقة. من داخل المعرض الدولي الخامس للتكنولوجيا ونظم الإضاءة الحديثة، أحمد ممدوح، أني. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق المرحلة 21 من قوافل ستر وعافية لأهالي قرية الناصرية التابعة لمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية. ده بيأتي بمشاركة 20 كيانا من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من 30,000 مستفيد. ويأتي تنفيذ قوافل ستر وعافية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا تماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف، واللي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية بهدف تخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية. تواصل وزارة التموين استلام محصول القمح المحلي من المزارعين عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية. كاميرا قناة النيل الأخبار رصدت مراحل تسليم محصول القمح في عدد من المحافظات في سياق التقرير التالي، نتابع. احنا دلوقتي في موسم توريد القمح، واحنا بالتحديد في محافظه اسيوط. زي ما انتم شايفين اهالينا المزارعين جايبين كل انتاجهم من القمح عشان يوردوه، علشان هم في النهايه عارفين ان هو هيرجع ليهم في شكل رغيف عيش مدعم ب5 قروش. وزير التموين طلع عدد من القرارات المهمه جدا، كان اخرها ان كل مورد هيورد ارداب بقمح هياخد 10 كيلو رده. عايز اعرف بقى من حضرتك بقى ايه التسهيلات اللي انتوا بتقدموها للناس، وعندك الطاقه التخزينيه عامله ازاي؟ طبعا الدوله عملت تيسيرات كتير للمزارع والفلاح، منها اول واهم شيء رفع سعر ارداب الفلاح زنه 150 كيلو ليصل الى 1500 جنيه، وده ما يساوي السعر الموازي في الاسواق. السنه الماضيه كان سعر التوريد 825، السنه دي الدوله نظره كريمه للفلاح والمزارع، وقامت برفع اسعار الاقماح، وصل سعر الارداب عندي الى 150 الى 1500 جنيه زينه 150 كيلو. ناس كتير بتتكلم على جوده القمح المصري وان هو بجوده عاليه جدا، وبالتالي بيكون في ربحيه بالنسبه للمزارع. ما شاء الله يعني الايراد النهارده كبير، والقمح زي ما حضرتك شايف يعني حاجه مبشره، حاجه حلوه جدا بصراحه. يعني احنا لما نيجي نتكلم ونشوف شكل القمح كده بعد اذنك، يعني تقولي لنا ايه على القمح ده؟ القمح ده من انضف الحاجات اللي جات لي واستلمتها، مش النهارده يعني، من خلال الموسم كله. ده درجه نظافه 23.5 زي ما حضرتك شايف. 23.5 تعتبر اكتر درجه موجوده داخل الموردين، يعني يمكن اكتر من 95% من الموردين بياخد درجه نظافه 23.5. ايه رايك في القرار اللي بيقول ان كل ارداب بيتورد عليه 10 كيلو رده؟ تمام، يعني قرار 100 واحنا فرحنا، وبرضه المورد كده زاد وفروح عشان لقى راحه. وبرضه بعد اذن حضرتك اللي احنا بقينا مهتمين جو باللي احنا ندور على القمح ونجيبه. القرار ده هيفيدني انا كفلاح، هسعى دايما بدل ما كنت هركن الغله بتاعتي لا اجيبها عشان استفاد بالرده. واحنا بنتجول مع بعض في الصوامع، احنا دلوقتي موجودين في محافظه سوهاج، موجودين في صومعه طهطه او طهطه زي ما اهاليها بيقولوا عليها. احنا شايفين طبعا ورانا الصومعه، من الواضح ان الطاقه التخزينيه بتاعتها واصله لحوالي 60,000 طن، احنا بنتكلم على 12 خليه، كل خليه من الخلايا دي بتاعتها وصلت لحوالي 5000 طن. والصومعه من ضمن المشروع القومي للصوامع، الصومعه اللي يجي يزورها هيعرف ان هي موجوده في الجبل، ده معناه ان المشروع القومي للصوامع انتشر في جميع انحاء مصر. العربيات دي من الاراضي المستصلحه حديثا من العوينات ووادي الفرافره، بتجينا يوميا من 5 إلى 10 سيارات محمله بالاقماح من الاراضي المستصلحه، بحموله السياره الواحده من 50 الى 60 طن يوميا. القمح اول ما بيتورد بيتم قبل ما يدخل الصومعه ويتخزن، بيتم على مروره على معده اسمها مغناطيس زي ده مغناطيس دوار، بيتم تنقية الاقماح من اي نوع من انواع اي شوائب اي حديديه، وبرضه في فلاتر وفي غربال بيتم المرور عليهم لتنقية القمح من أي شوائب. التوريد الحمد لله كويس جدا السنة دي، وموسم مبشر بإذن الله، وبيتم تيسير الإجراءات للسادة المزارعين والموردين. دي كانت محطتنا الأخيرة بمحافظة سوهاج بأحد مطاحن مصر العليا. هنطلع مع بعض فوق، هنمر على مطاحن بني سويف والفيوم وكمان المنيا. المساحه المنزرعه داخل محافظه المنيا 243,000 فدان، المستهدف بتاعه 450,000 طن، وباذن الله على التوريد اللي موجود عندي والتوريد الاختياري بناء على التوجيه الوزاري مع وزير التموين ان شاء الله هنوصل لاكثر من 450,000 طن. المساحات المنزرعه حوالي 126,000 فدان، في 19 موقع استلام لاستقبال الاقماح من المزارعين، ومستهدف ان شاء الله حوالي 225,000 طن هناخدها من المزارعين، وقد يكون اكثر من كده ان شاء الله. من القمح المستلم او اللي احنا بنستلمه حاليا في قطاع بني سويف هو من اجود انواع القمح العالمي. ده بيؤدي الى طحن نظيف، بيؤدي الى انتاج جوده بالنسبه للدقيق، بيؤدي الى خبز رغيف خبز مدعم للشعب بمواصفات عاليه جدا. احنا الحمد لله عندنا 4 مراكز استقبال اقمح بقطاع مطاحن الفيوم، الامور ميسره في عمليات الاستقبال، عندنا المتوسط الاسعار بالنسبه للفلاح في متناول الجميع، وان شاء الله الفلاح مبسوط باستلام الاقماح وبالاسعار. الفدان بيجيب لحد 24 ارداب، وربنا يبارك لنا في سعاده الريس ويخلينا سعاده الريس. خلص تقريرنا النهارده بعد ما رحنا مع بعض عدد كبير جدا من المحافظات. قبل ما اختم عاوز اقول لكم ان توريد القمح كبير جدا، ان الارض المستصلحه اضافت كميات كبيره من القمح للصوامع. شكرا لكم وتحياتي لكم، رمضان الشحات. للمزيد من المتابعة معي الدكتور محمد القرشي المتحدث باسم وزارة الزراعة. صباح الخير يا دكتور محمد. صباح الخير يا فندم. ازي حضرتك، عامل ايه؟ زي ما تابعنا في التقرير جهود يعني مشكورة للدولة لاستلام الأقماح، وأيضا جهد مبذول من المزارعين لسرعة تسليم تلك الأقماح إلى الصوامة، كيف ترى ذلك؟ يعني الأول اسمح لي أشكر حضرتك شكرا جزيلا. طبعا الدولة كانت جادة في التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية. محصول القمح واحد من ضمن المحاصيل الاستراتيجية اللي الدولة كانت جادة فيه، وكنا حريصين على زيادة المساحة المزارعة والمنتجة منه، بالفعل شفنا مشروعات بتنفذ لهذا الغرض. كمان كنا حريصين على زيادة إنتاجية وحدة الأرض وإنتاجية وحدة المية علشان الفلاح يحصل على احتياجاته أو يكون في دخل أفضل للفلاح والمزارع المصري. إنتاجية الأرض نفسها تتضاعف، وبالفعل يعني شفنا لده العديد من الأدوات اللي تم تنفيذها، زي توفير التقاوي، زي توفير المستلزمات الإنتاج، زي تقديم الإرشادات، زي البحث العلمي اللي بيتم تطبيقه، زي استنباط اصناف جديده وقدره اكبر على تحمل الظروف المختلفه، وده بدوره انعكس بشكل ايجابي على الفلاح والمزارع المصري. طبعا احنا دلوقتي في موسم الحصاد. احنا قبل ما كنا بنزرع القمح احنا حددنا سعر في الحكومه المصريه 1000 جنيه لاستلام القمح. صحيح. ثم بناء على توجيهات فخامه السيد الرئيس تم اعاده تقييم السعر مره اخرى، ورفعنا السعر قبل موسم الحصاد ل 1250 جنيه لكل أردب. ثم قبل موسم التوريد أعدنا دراسة السعر مرة أخرى بتوجيهات القائد السياسية، ووصلنا ل 1500 جنيه لكل أردب. مقارنة بالأعوام السابقة احنا تقريبا بنتكلم في ضعف السعر تقريبا. وده اللي خلى فيه إقبال كبير جدا من المزارعين. طبعا هو الى جانب الاقبال هو كمان الهدف ان احنا نحسن من دخل الفلاح والمزارع المصري، ان قطاع الزراعه مش مجرد قطاع اقتصادي، انما هو كمان قطاع مجتمعي. احنا بالتنميه اللي بتحدث في قطاع الزراعه بتنعكس بشكل مباشر على دخل الفلاح المصري، والدليل على ده ان احنا اطلقنا مبادره حياه كريمه اللي هي بتعتبر اكبر مشروع اتعمل في الدوله المصريه في القرن الجديد. وكان هدفنا منه ان احنا نحسن حياه الفلاح المصري، ونحسن دخله، ونحسن الخدمات المقدمه ليه، فده بالتالي هو استكمال لما بدأناه لتحسين حياه الفلاح. وتوجه القياده السياسيه الحقيقه بتثبت وتبرهن قد ايه ان فلاحين مصر في قلب وعقل فخامه السيد الرئيس، في قلب وعقل الدوله المصريه. دكتور محمد القرشي المتحدث باسم وزاره الزراعه، انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. الفقرة الثابتة معانا في هذا الصباح فقرة النشاط والحيوية ومتابعي الأيروبكس، نتابع وبعدين نستكمل مع حضراتكم أخبارنا في هذا الصباح. صباح الخير، معاكم كابتن محمد سمير. النهارده هنتمرن بتمرين حبل المقاومه، هيساعدنا على تمرين البادي كله. نشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم وهنشوف التمارين مع بعض. هنستعين بحبل المقاومه، ممكن تشتريه من اي مكان رياضي او اي محل رياضي. الحبل المقاومه هتقدر تعمل بيه تمارين كتير جدا هتفيد جسمك، الماسلز كلها. اول تمرين هنعمل بايسبس بالشكل ده، هحاول نحط البند تحت رجلي وكوعي جنب القلبه، وهطلع بالشكل ده. اهم حاجه احاول اطلع نفسي في الحركه الصعبه واخد نفسي في الحركه السهله. ده أول تمرين معانا. تاني تمرين هنحاول نلعب ترايسبس بالبند بالشكل الأول اللي هتشوفوه دلوقتي. هحاول أحط البند بس بالشكل اللي ورا دوت، وأحاول أطلع البند وأخلي كوعي بالشكل ده، وأطلع بالشكل ده. أحاول كوعي ما يفتحش بره ويبقى القلب جنبي. ده تمرين هيستهدف تراي سيبس نعمله 3 في 20 عد. وده هيكون تاني تمرين، وهنشوف تالت تمرين مع بعض. تالت تمرين وهنستهدف الانتيريور تورتويد وهو الكتف الامامي. برضو هنحط البند بالشكل دوت، واحاول اخلي ايدي قبضتي بالشكل ده واطلع بالشكل ده. انسب الروح، طلع نفسي وانا نازل اخد نفسي في الحركه الصعبه. اي تمرين حركه صعبه طلع نفسك في الحركه الصعبه. هنلعب التمرين دوت 3 في 20 عده. التمرين ده هيستهدف العضلات الاماميه للكتف الامامي. احاول اعمل كونديشن بين دماغي والكتف الامامي عشان اخد اكتر استفاده كافيه. وبكده تكون خلصت التمارين، ويا رب تكونوا استفدتوا، ونشوفكم في حلقه جايه. صباح الخير على كل مشاهدينا، اهلا بيكم. صباح جديد ويوم جديد مليء بالعمل والامل ان شاء الله. وخلونا نكمل ما بداوا زملائي في هذا الصباح بالقراءه الاخباريه الخفيفه والمنوعه، واللي هنتوقف فيها دلوقتي مع اهم اخبار الارصاد الجويه وحاله الطقس المتوقعه خلال 24 ساعه. وهتكون معانا دكتوره منار غانم عضو الهيئه الخاصه بالارصاد الجويه، ونقول لها صباح الخير يا دكتوره. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على حضراتكم وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بيكي. اوضاع الطقس النهارده المتوقعه ايه ان شاء الله؟ احنا طبعا اليوم هنبدا ارتفاع طفيف في درجات الحراره، وهيكون كمان تدريجي. يعني اليوم درجات الحراره ترتفع عن الامس بحوالي درجه لدرجتين، لان بالامس سجلنا عظمى على القاهره الكبرى 28 درجه مئويه. اليوم متوقع ان هي تكون 30 درجه مئويه بالنسبه للقاهره الكبرى العظمى فتره النهار، وده بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية. هيكون كمان في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، فبالتالي هنحس بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وأيضا محافظات شمال الصعيد. أجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، أجواء دافية على سواحلنا الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، ده خلال فترات النهار مع سطوع أشعة الشمس. لكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا فترات الليل تبدأ تدريجيا درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير وملحوظ في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر. الأوقات دي الصغرى فترة الليل بتكون ما بين 18 ل 19 درجة مئوية، والأجواء ما زالت أجواء مائلة للبرودة في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر في أغلب المحافظات الشمالية، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. أجواء معتدلة على جنوب الصعيد خلال فترات الليل. بالإضافة كمان مع فترات المساء وساعات المغرب هيكون في نشاط نسبي للرياح، هيخلينا نحس أكتر بالأجواء اللطيفة والمعتدلة، ونحس أكتر بانخفاض درجات الحرارة فترات الليل. كمان فترة الصباح الباكر بتتكون شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، لكن سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس. يعني تقريبا على الساعة 7 صباحا تبدأ تدريجيا الشبورة المائية في التلاشي، وما تأثرش تماما على حركة المرور. احنا بنقول الارتفاع ده هيكون ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، فغدا هيكون في مزيد من الارتفاع. ذروة الارتفاعات هتكون يوم الثلاث والأربع القادمين إن شاء الله، لأن متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية خلال فترة النهار، ومع يوم الخميس تنخفض بتكون 31 درجة مئوية. احنا خلاص على مدار هذا الأسبوع كله درجات الحرارة تتجاوز ال 30 درجة مئوية فترة النهار، فبالتالي الأجواء تكون فترات النهار أجواء حارة، اللي احنا هنأكد عليهم ودايما بنقوله في نشراتنا ان احنا فترات الليل لسه فيها بعض البروده، فلو احنا خففنا وارتدينا الملابس الصيفيه فتره النهار يفضل فترات الليل عدم ارتداء الملابس الصيفيه، او لو احنا بنخرج فتره الليل المتاخر فتره الصباح الباكر يكون معانا جاكيت خفيف او الملابس تكون ملابس بكم، لان لسه في بروده في الجو. وطبعا الشبوره المائيه مكمله معانا على مدار هذا الاسبوع ان شاء الله، وتدريجيا خلاص درجات الحراره بدات تتجه نحو الارتفاع خلال فترات النهار، فاللي هنخلي بالنا منه دايما هي فترات. نعم، أنا بشكر حضرتك دكتورة بنار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية على هذه المداخلة وتوضيحك لحالة الطقس خلال ال 24 ساعة الحالية والأيام القادمة. نرجع لكم مشاهدينا وخلينا نتوقف امام اخبارنا مره اخرى. بتستضيف مدينه شرم الشيخ بمحافظه جنوب سيناء في سبتمبر المقبل فعاليات اكبر مؤتمر في الشرق الاوسط للسياحه الصحيه، واللي هيقع تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي وبيتناول رؤيه الدوله المتكامله للسياحه الصحيه. المتوقع ان هذا المؤتمر يجذب عدد كبير جدا من السائحين من مختلف دول العالم. في سياق التقرير التالي المزيد من التفاصيل. من عيون موسى في جنوب سيناء إلى الرمال الساخنة في سيوة، تتنوع مناطق السياحة العلاجية في مصر. واستعدادا لاستضافة مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء لأكبر مؤتمر في الشرق الأوسط للسياحة الصحية والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد المؤتمر التمهيدي لتطبيقات السياحة الصحية بحضور مستشار الرئيس للشؤون الصحية ورئيس المؤتمر دكتور محمد عوض تاج الدين للإعلان عن تفاصيل المؤتمر. هو المؤتمر ده باذن الله هيبقى مؤتمر عالمي، لان احنا واخدين تكليف ان ندعو كل الدول الاجنبيه اللي عندها عمل او شغل في هذا المجال تشتغل معانا وتيجي تحضر معانا تدعمنا. وبعدين انا يمكن اتفقت كمان مع الدكتور عوض تاج الدين ومع الساده المحافظين ان يبقى في بروتوكول. يعني مثلا النهارده عندنا رئيس مدينه هيفز المجاريه، دي مدينه مشهوره جدا بالسياحه العلاجيه، انا زرتها 3 مرات والعمده جالي مرتين وشاف اللي عندي، شاف حمام موسى وشاف حمام فرعون وشاف كل الكلام ده عندي. ليه ملا ان محافظ القاهره عنده عين الكبريتيه؟ انا قلت له عين الكبريتيه دي ناخد نموذج لينا الهيفز المجاريه ويعمل بروتوكول معاه ويعمل تاخي معاه ونشتغل معاه، ويبقى هو معالي محافظ القاهره يزور هيفز ومعالي عمده هيفز يجي يزور القاهره وتبقى بداية. احنا بننتظر من هذا المؤتمر، عشان كده احنا بادئين قبله ب5-6 شهور علشان يكون انطلاق مشروع قومي لتوطيد صناعة عالمية، صناعة السياحة الصحية التي مصر تملك فيها من الإمكانيات التي تجعلها في صدارة العالم. مؤتمر السياحة الصحية الذي ستستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة من 28 وحتى 29 من سبتمبر المقبل شهد مشاركة عمدة مدينة هيجز المجرية، والتي تضم أكبر بحيرة حرارية للسباحة في المجر وتتمتع بالعديد من الفوائد الصحية. نأمل في تطوير التبادل السياحي بين مصر والمجر، خاصة محافظة جنوب سيناء التي تتمتع مدنها بطقس صحي ومقومات متميزة للسياحة العلاجية. نسعى لفتح خطوط طيران شارتر في القريب العاجل بين شرم الشيخ ومدينة هيجز المجرية في ظل علاقات الصداقة والتآخي التي تربطنا بالمدينة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. قمنا بزيارة شرم الشيخ عام 2017 ووقعنا اتفاقية تآخي بين هيجز وشرم الشيخ للتبادل السياحي والثقافي. لدينا أكبر مدينة للسياحة العلاجية في أوروبا وبها أكبر بحيرة علاجية على عمق 40 مترا وتعالج أمراض العظام والأمراض الجلدية وللاستجمام أيضا. وشرم الشيخ بها عيون موسى وأماكن رائعة للسياحة التي يعشقها المجريون، وبها مستقبل واعد للسياحة الصحية والعلاجية، لذا نأمل استمرار التعاون بيننا. في ظل ما تمتلكه مصر من مقاومات طبيعية تتمثل في العيون الكبريتية والرمال الساخنة، يأتي استعداد مصر لتنظيم أكبر مؤتمر للسياحة الصحية والاستشفائية بمدينة شرم الشيخ في سبتمبر المقبل. لمياء موافي، النيل. برئاسة الفنان الدكتور خالد داغر رئيس الأوبرا المصرية استضاف المسرح الكبير حفل لفرقة أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي. الحفل لقى إقبال جماهيري كبير جدا من مختلف الجنسيات والفئات العمرية. في سياق التقرير التالي المزيد من التفاصيل. ضمن سلسلة روائع القرن العشرين قدم أوركسترا القاهرة السيمفونية حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي على خشبة المسرح الكبير بدار الأطرة المصرية وسط إقبال جماهيري كبير. الحقيقة حاجة رائعة ومجهود ضخم جدا بيبذله رجال الأوبرا المتخصصين بعد دراسة طويلة في الكونسرفاتوار. مش أي حد ممكن إن هو يشتغل في الأوبرا أو يعمل بالفنون الراقية دي. يعني إحنا تعودنا إنه كل ما نجي إلى القاهرة نحضر حفلات السيمفونية في دار الأوبرا المصرية، لأن هي تمثل العراقة والأصالة اللي إحنا نفتقدها. فإحنا هنا في متعة الحقيقة أن نشوف فن راقي وفن متميز، وهذا المعروف عن دار الأوبرا المصرية. ولإلقاء الضوء على أحد أهم ألوان الفنون الجادة قدم الأوركسترا مجموعة من أهم الأعمال العالمية إلى جانب المؤلفات المصرية في القالب الكلاسيكي ليلقى انبهارا وإعجابا كبيرا من الجمهور. عجبني جدا المكان، التنظيم بجد رائع. انا اول مره اجي الاوبرا فبجد شيء مبهر جدا. يعني انا اول مره احضر الاوبرا النهارده، بصراحه كانت تجربه عايزه اخدها من زمان، لان انا بحب اسمع الموسيقى، خصوصا الموسيقى السيمفونيه بتشدني من وانا صغيره، خصوصا ان في عائلتنا موسيقيين كتير. فبصراحه التجربه النهارده تجربه تحفه جدا. من اول ما دخلت المكان حسيت بالهيبه بتاعته وقد ايه الفنون اللي فيه بتشع الطاقه بتاعتها في المكان. الحقيقه ان انا من زمان وانا نفسي اسمع اوركسترا لايف. يعني أنا سمعتها قبل كده كتير على كذا ابلكيشن، سمعتها على اليوتيوب، ولكن كان نفسي إن أنا أحضر أوركسترا لايف، وده اللي اتحقق لي النهارده. يعد أوركسترا القاهرة السيمفونية الأقدم في مصر، فقد تأسس في عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ ذلك التاريخ يسهم الأوركسترا في إثراء الحياة الموسيقية في مصر. وبالفعل فقد نجحت دار الأوبرا المصرية في جذب مختلف الشرائح والفئات العمرية من مختلف الجنسيات للاستمتاع من بين جنبات الفن الراقي والذوق الرفيع. من دار الأوبرا المصرية، أمل صبري، النيل. قطعة من السماء على أرض الإسكندرية، بساطة ممتزجة بالفخامة، تاريخ يعانق الجمال. هذا هو متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية المعروف بقصر الأميرات. واجهة بيضاء تزين مبنى المتحف من الخارج، تمتزج بالألوان الحمراء الملكية داخل قاعات المتحف العريق المصمم على الطراز الأوروبي الفخم بأنامل مهندس إيطالي يدعى أنطونيو لاشياكا، ليحكي حقبة مهمة من تاريخ مصر الحديث. تقرير عن متحف المجوهرات الملكية بكل بهائه وجماله. متحف المجوهرات الملكية بمنطقة زيزينيا بعروس البحر المتوسط الإسكندرية شاهد عيان على نحو قرن ونصف من تاريخ مصر بما يضمه من مقتنيات. يضم المتحف 11500 قطعة من أروع المجوهرات الملكية، والتي كان يرتديها ويتزين بها أفراد الأسرة العلوية المالكة في مصر التي حكمت مصر في الفترة ما بين عام 1805 وحتى عام 1954، ومنها مجوهرات الملك فؤاد والملك فاروق وزوجاته والأمراء والأميرات. عندما تراه تجده من أجمل المعالم السياحية للإسكندرية، وبه مجموعة نادرة ورائعة من التحف والمجوهرات والحلي والمشغولات الذهبية، وكذلك الأحجار الكريمة والساعات المرصعة بالجواهر والألماس. تبلغ مساحة متحف المجوهرات 4185 متراً مربعاً، وبني على طراز المباني الأوروبية في القرن ال19، وأكملت بناؤه فاطمة حيدر عام 1923، وهي من أميرات الأسرة العلوية حفيدة محمد علي باشا والي مصر. يضم المتحف كذلك مقتنيات للملك فاروق، منها شطرنج مصنوع من الذهب كان هدية من شاه إيران، ولعل من أبرز المعروضات الطقم الذهبي الخاص بتتويج الملك فاروق وكأس من الذهب على شكل شعلة تحمل اسم الملك فاروق، ويعلوها التاج الملكي إلى جانب مقتنيات أخرى للأسرة العلوية. خلونا نتابع مشاهدينا الوضع في واحد من المعابر الحدوديه ما بيننا وما بين السودان، اللي بتبذل فيه الحكومه المصريه جهود كبيره جدا في استقبال النازحين من دوله السودان الشقيقه في ظل الظروف المتوتره او في ظل التوتر الحالي في دوله السودان. من معبر قسطل معنا الزميل اشرف مبارك. اشرف، ماذا عن الوضع لديك في المعبر بعد هذه الايام؟ بالفعل بنتحدث عن أعداد كبيرة تنزح للأراضي المصرية، هناك الآلاف الذين دخلوا إلى الأراضي المصرية خلال الأيام الماضية، لكن النقطة الأبرز هي وصول العبارة الرابعة لمحافظة أسوان. هذه العبارة هي المختصة بنقل هؤلاء النازحين إلى الأراضي المصرية، يعني بنتحدث عن عبارة جديدة بحمولة 50 طن وصلت إلى يعني معبر قسطل الحدودي، ونتحدث أيضا عن هذه العبارة تنقل نحو 100 شخص، وهذه العبارة أيضا تنقل نحو 10 حافلات في المرة الواحدة. هذه العبارة تنضم لأسطول عبارات محافظة أسوان، وهي لديها أيضا عبارة أخرى يمكن تظهر فيها هذه الخلفية. بنتحدث أيضا عن عبارتين خاصتين بالقوات المسلحة، هي عبارة أحمس ونفرتاري، وهي يعني هذه الأمور كلها تأتي للتسهيل وعلى نقل النازحين والعالقين إلى الدولة المصرية، وهي تجهيزات كبيرة جدا تقوم بها الدولة المصرية لنقل هؤلاء العالقين عبر معبر قسطل البري للدخول إلى الأراضي المصرية. بنتحدث عن يعني أعداد كبيرة جدا يعني جاءت في الأيام الأخيرة نظرا لامتداد هذه الاشتباكات عبر مدن أخرى ومحافظات أو ولايات أخرى داخل الدولة السودانية. أبرز هذه الولايات كانت نتحدث عن اشتباكات في ولاية بحري وفي ولاية الخرطوم، لكن امتدت بعض هذه الاشتباكات إلى ولايات الشمال، وهو ما استدعى يعني خروج عدد كبير من النازحين إلى المعابر الحدودية المصرية، أبرزهم معبر قسطل ومعبر أركينا الحدودي. هذه العبارة يمكن تم تصنيعها في الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن في محافظة الإسكندرية، وهي الآن تجرى أعمال يعني استعدادات لبدء تشغيلها رسميا على أرض الواقع ونقل النازحين من ابتداء من معبر أبو سمبل أو ميناء أبو سمبل وحتى ميناء حجر الشمس. تفاصيل هذه العبارة سوف تستعرضها الكاميرا الآن، وهي عبارة يعني تم تصنيعها يمكن أو بدء في تصنيعها منذ عدة شهور، لكن أصرت محافظة أسوان والدولة المصرية على البدء في تشغيل هذه العبارة مع يعني بدء الأزمة السودانية لتخفيف من معاناة هؤلاء النازحين والعابرين إلى الأراضي المصرية، خاصة وأننا نعلم أن يعني هناك يعني عدد من العبارات التي كانت تعمل بالفعل على أرض الواقع، لكن هذه العبارات بعد زيادة أعداد النازحين عبر معبري قسطل وأركين أصبح هناك بعض التكدسات إلى حد ما، فقامت محافظة أسوان بالتعاون مع كافة الجهات الدولة بسرعة تشغيل هذه العبارة وبدء أعمالها خلال هذه الأيام. بنتحدث عن هناك فريق سوف يقوم نعم أشرف، هذه العبارة كما هو واضح بتعمل ما بين معبر قسطل الجزء البحري لديك أو الجزء المطل على النيل وما بين مدينة أبو سمبل الشهيرة بأسوان. كم عبارة بتمر في اليوم الواحد، والحمولات أو قدرتها على استيعاب البشر والمواد الغذائية والأشياء الاقتصادية الأخرى التي تحملها هذه العبارات قد إيه؟ بالفعل في الشق الاول سوف نوضح خط سير العباره. خط سير العباره يبدا من ميناء ابو سمبل وحتى ميناء حجر الشمس بالقرب من معبر قسطل الحدودي. هذه المسافه يعني يمتد لمسافه 14 كيلو متر داخل بحيره ناصر. يعني تسير هذه العباره في مدى زمني ساعه ونصف. تنقل هذه العباره يعني حموله لا تقل عن 50 طن و10 شاحنات ونحو 100 فرد، هذا بخلاف الحافلات ايضا يكون بها عدد كبير من الافراد. ال100 شخص التي نتحدث عنهم هم خارج هذه الحافلات التي تصعد الى هذه العبارات. اما في خصوص امر الخاص بالشاحنات، فبالاضافه الى هذه الحافلات يتم ايضا نقل الشحنات المتعلقة بالتجارة ما بين مصر والسودان. يعني هناك حافلات يتم صعودها على هذه العبارات، وأيضا الشحنات التي تنقل التجارة ما بين المعابر الحدودية وأيضا يعني الدولة المصرية والدولة السودانية. بنتحدث أيضا عن أن هذه العبارات هي السبيل الوحيد ل يعني الخروج من معبر قسطل الحدودي تحديدا، لأن معبر قسطل الحدودي كما نعلم هو معبر بري، لكن يستلزم يعني الوصول منه إلى الأراضي المصرية أو منطقة أبو سمبل الإبحار في بحيرة ناصر على مدى ساعة ونصف داخل هذه البحيرة. أما معبر أركين الحدودي هو معبر بري كامل بشكل بنسبة 100%، يعني من معبر أركين الحدودي نحو 150 كيلومتر حتى الوصول إلى منطقة أبو سمبل أو مدينة أبو سمبل، لكن هو طريق بري لا يستلزم الإبحار في بحيرة ناصر. أشكرك أشرف مبارك على هذه المتابعة، كنت معنا من معبر قسطل الحدودي ما بيننا وما بين دولة السودان. عودة مشاهدينا لمتابعة الأخبار في الجولة الصباحية، حيث اكتشف العلماء الصينيون أنواعا متعددة من المواد الزجاجية في العينات القمرية التي استردتها مهمة تشينج فايف، بما في ذلك الألياف الزجاجية الطبيعية التي تم العثور عليها لأول مرة، ويمكن أن توفر دعم مهم لبناء قاعدة قمرية في المستقبل. كما تم العثور على المواد الزجاجية التي تشمل خارزات زجاجية كروية تم تحليل التشكيل والتكوين والبنية الدقيقة وآلية تكوين المادة الزجاجية فيها التي نشأت من ذوبان المعادن والتبريد السريع الناجم عن تأثير النيزك المتكرر على سطح القمر. وتعتبر العينة القمرية مهمة للعلماء لفهم أصول القمر وتطوره وفهم سطح القمر وبيئة الفضاء وتعزيز الاستخدام في الموقع للموارد القمرية ودعم دراسة المواد الزجاجية خارج الأرض. من المقرر أن تعرض لوحة المناظر الطبيعية النادرة للفنان جوستاف كلوموت اللي بتحمل اسم انسل انترس لأول مرة في مزاد سوسوبي في نيويورك في وقت لاحق من الشهر الجاري. وبتقول دار المزاد أنها تجلب 45 مليون دولار تقريبا بعرض هذه اللوحة في المزاد. أيضا في أعمال رونيه وبابلو بيكاسو وفانسنت فان جوخ وإدوارد هوبر. كاميرا مع العالم في صورة.